قال الشيخ أبو محمد. محمد هو ابن قدامة، أبو محمد هو الإمام ابن قدامة شيخ المذهب صاحب المغني. نعم. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال. نعم، لأجل إزالة الشك والوسواس ينضح سراويله بالماء بحيث لا يخيل إليه البلل، يعلم أنه أن سراويله قد نضحها بالماء وأن هذا من الماء الطهور وليس من حدث، حتى يقطع على الشيطان الطريق. نعم. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته. نعم. لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. نعم. وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله ليقطع الشك. نعم. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه. نعم، لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، فإذا نضح سراويله ترطبت بالماء فإنه يقول هذا من الماء وليس من الحدث. نعم. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: اله عنه. حسن البصري، حسن البصري إمام التابعين، يقول: اله عن الوسواس ولا تلتفت إليه. نعم. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: اله عنه. فأعاد عليه المسألة فقال: أتستدره؟ لا أبلك، اله عنه. نعم.